هذا كانت مؤثرة في حقه، وتكلمتي على غياب الفكاهة في السينما المغربية. تماما، هذا اعتراف واضح منك وباين بلاتي بأن هذوك المخرجين والممثلين اللي كيعتقدوا أحيانا أنهم كيعملوا أفلام فكاهية في السينما راه كيعملوا شي حاجة أخرى من غير الفكاهة في السينما. وقيل هذا التصريح لو قلت أنا تكون عندي مبررات ديالي، ولكن أنت راه محسوب عليك دابا، وأنت دابا ملزمة وقيلة أنك ديري الفكاهة الحقيقية في السينما، عرفتي راك رهنتي راسك. معلوم، أنا مع التحدي. أنا كما قلت لك في الأول كنبغي التشالنج، كنبغي شي حاجة اللي كيقول لي راسي راه ما غاديش توصلي ليها، وكندير جميع الوسائل باش نوصل ليها. هذه هي الحياة. أنا قلتها في المهرجان وكانت الرسالة واضحة. لحد الآن مازال ما دارش فيلم عنده المقاييس وعنده لاباز ديال الفكاهة. دار شبه سكيتش مطول، شي حوايج اللي ماشي هما هادوك، فكندخلو كنشوفو فيلم لا ما ترددش، شي حوايج ماشي هما هادوك، ماشي هما هادوك، ماشي هما هادوك. فهذا هو اللي كيخلي حيت نعرف في الوضع ديالك انت، لان زميله ربما يقولوا واي علاش تحكم علينا حنا بهذه الطريقه هذه، يعني انه داك الشيء بيسكون يقدروا الناس يقولوا اللي بغاو في راسهم. ولكن انا دابا اليوم كنقول لك شنو كاين في الواقع. انا هذا هو اللي خلاني لحد الان كاين تخوف، ولهذا كناخذ الوقت ديالي باش لو سيناريو يكون مزيان ومخدوم عند دي بروفيسيونيل كي تالي فوار ايور ليترونجي دي سيناريست اللي غادي نقدو ناخذ الفكره ديالهم ونحاولوا اننا ندخلوا حتى مغربيت، وداكشي غادي تكون اون ايدي ان بو غير مغربوها مزيان.